要去。啊，是啊，是啊，那这边，这边是这个，不要跟你们借，交了，先给他开个分支人。没得什么好吗？哎，你妈把嘴给打扫的，哎呦，你没事。啊，我刷个金色的留言，我这。السلام عليكم، إن شاء الله نكمل المحاضرة رقم 3 بالنسبة للدرولينج فلويد. أعتذر من عندكم على الأمس اللي صار شوية، صار عندنا بصراحة شوية شغل بالمكان العمل، فاضطريت أروح يعني أرجع لمكان العمل. إن شاء الله اليوم نعوضكم عن المحاضرة، وإن شاء الله نستكمل كل الماتيريال اللي راحت من عندنا. اليوم المحاضرة رقم 3 بالنسبة للدرولينج فلويد. أيضا مثل ما ناقشنا سابقا أنه عندنا كان water based mud و oil based mud و gas based mud. راح نعرف أوسع استخدام حول العالم. طبعا أوسع استخدام حول العالم هو water based mud، وراح نعرف ليش water based mud أوسع استخدام حول العالم. راح نسأل نفسنا بالتدريج نجي. احنا قلنا يتقسم الماد الى 3 اقسام، water based mud وايضا sorry water based mud، oil based mud، وغاز based mud. ايضا بالنسبة لwater based mud راح يتقسم الى 3 انواع، او sorry الى عدة انواع. من الانواع اللي راح يتقسم الها انه يكون الwater based mud simple based mud، يعني يكون من أسهل وأبسط الأنواع اللي هو فقط fresh water، أو يكون chemically treated معالج كيميائيا، أو inhibition. تمام، اللي يعني يكون هذا النوع من المد يفيد يعني ما يخلي الشيل يصير بيه هدم أو swelling. تمام، يسمونه inhibition mud. أو أيضا أكو subs classification بالنسبة للمات اللي هو dispersed mud. شنو dispersed mud؟ اللي هو المشتت. في بعض الأحيان
الماد من يحفر أي طبقة؟ الطبقة راح تطلع كاتينج. هذا السوليد اللي يطلع يكون حجمه كبير، يكون القطر مالت الكاتينج أو بصورة عامة السوليد يكون حجمها كبير. هذا حجم الكبير للسوليد راح يسبب زيادة بالدنسيتي، وأيضا طبعا راح يكون بعض التغيرات بالريولوجي بصورة عامة، لكن بالخصوص الدنسيتي راح تزداد عندنا. احنا دائما نحاول نحافظ على الريولوجي مالتنا، نحاول نحافظ على الفيزيكال بروبرتيز مالتنا، فلهذا نستخدم الديسبيرس. شنو الديسبيرس؟ هو اديتيفز تنضاف الى الماد تخلي الماد يشتت لنا الدقيقه الكبيره او الكاتينج او الصلد اللي حجمها كبير، يشتته يسويها دقائق صغار، فهذا يسموها disperse. واللي عكسه هو non disperse. أيضا بالنسبة أن عندنا non weighted، شنو هو المد الغير مثقل؟ شنو هو المد الغير مثقل؟ هو نوعية المد اللي ما نضيف له المثقلات، اللي ما نضيف له البارايت، اللي ما نضيف له الهيماتايت. تمام. أيضا عندنا اللي هو ايضا راح ان شاء الله بالمحاضرات الجاية راح نشوف شنو هذه التصنيفات، شنو الكيميكال تريتد، شنو الديسبيرس، شنو انهيبيتيف، شنو نون انهيبيتيف، شنو النون ديسبيرس، شنو النون ويتد اور الويتد. كلها هذه راح نعرفها، وكلها ان شاء الله راح نتعمق بدراستها، كل انواع الكيميكال اللي راح نعالج بيها المادة. هسه راح نجي طبعا ابسط انواع الماد، ابسط انواع الماد اللي مستخدم حول العالم هو عبارة عن مي مع بنتونات. تمام، فريش ووتر مع بنتونات، هذه ابسط انواع الماد اللي مستخدم حول العالم. البنتونات هو عبارة عن نشا ينطيني لزوجة بسيطة، بس هذا النوع من الكيميكالز، هذا النوع من الاديتيفز يتفاعل ويا الفريش ووتر. طبعا هذا ما يتفاعل ويا الووتر اللي بيه هاردنس عالي. فالبنتونايت هو عبارة عن مادة تنطيني لزوجة وتنطيني نسبيا دنسيتي، تنطيني وزن. فدائما احنا ابسط انواع الماد هو عبارة عن فريش ووتر بالاضافة الى بنتونايت، نضيف ويا بنتونايت. ولزيادة طبعا بما انه الفريش ووتر متعادل، اما البنتونايت نسبيا ما راح يغير لي البي اتش نمبر، فاحنا على مود نوصله للقاعديه مثل ما قلنا بالمحاضره السابقه انه نحاول نحافظ على البي اتش نمبر مال الدرولينج فلويد بين 9 الى 10، فراح نحاول نضيف كوستيك صودا باعتبار انه القلوي الصعد لنا القلويه والصعد لنا البي اتش نمبر. هذا مبدئيا. زين، اذا عدنا فد كيميكال سوري فد ووتر الهاردنس بيه عاليه وحبينا نخلط ببنتونايت، شنو راح يصير؟ خلط البنتونايت بواسطه ووتر الهاردنس مالته عاليه راح يخلي البنتونايت يفصص، يصير على شكل فصوص، ما يصير متجانس، ما يصير مستحلب متجانس، ما يصير drilling fluid ناجح. فلهذا قبل لا نخلط البنتونايت بهيتشي يعني بهيتشي أحواض أو بهيتشي نوع من الووتر يقومون يضيفون صودا آش. هذه الصودا آش تنزل لنا الهاردنس، تنزل لنا نسبة الكالسيوم بلس اللي موجودة، سوري السي اي الموجودة، سي اي بلس اللي موجودة في الووتر، وبعد هي راح تتيح لنا انه نخلط البنتونايت. بعد خلط البنتونايت راح نضيف الكاوستيك صودا لرفع القلويه ولرفع البي اتش نمبر. فاحنا مبدئيا هذا ابسط انواع المد اللي احنا نسميه سباد مد. تمام، نجي هسه احنا عندنا مد نريد نخلط المد، نريد نكون المد. فهذا المد اللي راح نكونه لازم
نستخدم له فد كيميكال، لازم نسوي له كيميكال تريتمنت. يعني اذا عدنا فد اريد نصعد اللزوجه لازم نعرف شنو المواد اللي تصعد لنا اللزوجه، اذا اريد ننزل اللزوجه شنو المواد اللي نستخدمها على مود تنزل لنا اللزوجه. فهذه كلها ان شاء الله راح نعرفها. بالنسبه ان جينا جاريد نستخدم المد، اريد نخط الخلطه، اريد نسوي كيميكال تريتمنت، اول شيء نستخدم عندنا عده هوايه من الكيميكال. مثلا عندنا اللجنوسولفونايت، شنو هي هذه الماده؟ هذه عباره عن ماده، عباره عن بودر يخلط بالماء بنسب راح نعرفها حسب الجداول، حسب الكونسنتريشن اللي نحتاجه. هذه نسبيا تقلل لنا من الهاردنس اللي موجوده في الووتر، تمام؟ يعني هي عباره عن ماده تنطي اشارات او شحنات متعاكسه للسي اي 2 بلس على مود تخلص لنا من تخلص لنا من الهاردنس اللي موجوده بالفلويد. هذا النوع يشتغل بالهاي سالينيتي وبالاويل اند ووتر المستحلب اللي يكون هو عباره عن اويل ممزوج مع ووتر. راح ندرس كل خاصيه. طبعا ايضا عندنا مثلا لجنايت، راح ناخذ الفوسفاس شنو راح تفيدنا وين راح تفيدنا. كل ماده من ضمن المواد راح ندرس الخاصيه اللي تاثر بها علينا بصوره ايجابيه وبصوره سلبيه بالكيميكال تريتمنت اللي راح نواجهها خلال عمليه معالجه الدرولينج فلويد كيميائيا. هسه عندنا مصطلحات راح نبدي ندرسها. من نقول انه نريد نسوي مد اب، من نقول نسمع هذا المصطلح مد اب معناها نريد نصعد وزن السائل، معناها نريد نزيد من الدنسيتي مالت السائل، او بالعكس اوقات اذا نقول مد داون معناها ننزل من الدنسيتي مالت السائل، سوري عفوا، المد اب نزيد من الفوليوم مالت السائل، والمد داون نقلل من الفوليوم مالت السائل اللي موجود. يعني لنفرض انه بالتانك بالتانكس مالتنا موجود فد 200 بارل، سوري 200 كيوب اوف مد، نريد نزيده نقول مد اب، من نريد ننقصه نقول مد داون. اما بالنسبه للووتر ووتر باك او ديليوشن معناها التخفيف، تمام؟ من نقول تخفيف معناها ننقص كل الريولوجي اللي موجوده، ننقص البلاستيك فيسكوسيتي، ننقص اليل بوينت، ننقص الفيسكوسيتي، كل الريولوجي اللي موجوده راح ننزلها، فنسمي هذه العمليه ديليوشن. بالنسبه ان الديليوشن معناها إضافة مي، خلط مي للكيميكال اللي المادة القديم للأولد مود على مود ننزل من الريولوجي الموجودة. بالنسبة أن من نقول emulsification معناها نسوي مستحلب. شنو مستحلب؟ أنه نضيف كمية من الووتر أو بعض الليكويد كيميكال للأويل بيز مود. اي ليكويد كيميكال او فريش ووتر تضاف للاويل بيزمنت معناها يتحول الى مستحلب. من نستخدم الثينرات يعني المخففات انه نقلل بي الفيسكوسيتي ونقلل بي، طبعا هاي تتم العمليه اما باضافه ليكويدات مخففه او باضافه water or fresh water. من نقول density control السيطرة على وزن السائل، density على وزن السائل معناها أما نصعد density أو ننزل density بواسطة إضافة مثقلات اللي هي CaCO3 اللي هي البارايت اللي هي الهاماتايت اللي هي الجالينا. هواية عندنا chemicals ممكن نضيفها نصعد بها density أو ننزل بها density. من نقول solid control، solid control معناها السيطرة على
حجم الصلد او كميه الصلد او البيرسنتج مالت الصلد اللي موجوده بالدرولينج فلويد، شلون نسيطر عليها؟ انه ناخذها نستخرجها من السائل الخارج، طبعا السائل من نحفر به الفورميشن حيظهر به كاتينج، الكاتينج هاي تعتبر صلد، الصلد اللي موجوده في المد راح تزيد لنا من الدنسيتي، ايضا راح تغير لنا بعض الريولوجي، فاحنا نريد نقوم نستخرجها ونطرحها لبرا، راح تتم هذه العملية مالت الطرح بالنسبة للصلد الغير مرغوب بها بواسطة أجهزة موجودة على السطح، أكيد كلكم سامعين بها اللي هي Solid Control Equipment أو Shell Shaker يسموها. فهذه أيضا بالنسبة أن أحد المصطلحات اللي دائما نستخدمها بالDrawing Fluid. من نقول الكيميكال تريتمنت، الكيميكال تريتمنت هو المعالجة الكيميائية للريولوجي اللي موجودة عندنا خلال الموجودة عندنا في سائل الحفر. الكيميكال تريتمنت معناها نزل البي اتش نصعد البي اتش مالته، تمام؟ مثلا صار ديسبيرست سوينا ديفلوكليشن، تمام، ديفلوكليشنز انه سوينا مستروب يعني صاير على شكل يوغرت، تمام. فايضا بالنسبه ان الفلتريشن كنترول مهمه، الكونتيمينيشن كنترول ايضا مهمه، ان شاء الله هذه كلها حناخذها وحده وحده، يعني شلون نسوي مود اب، شلون نوخر اذا صار تلوث، شلون نوخر التلوث، الفلتريشن كنترول شنو البوليمرات اللي نضيفها على مود نسيطر على الفلتريشن او نسوي فلتريشن كنترول. نجي احنا شلون نسيطر على الدنسيتي، قلنا الدنسيتي هي تصعد او وزن السائل يصعد بتواجد الصلد اللي موجود ويا المد. طبعا هذا الصلد اكو صلد مرغوب به واكو صلد غير مرغوب به. بالنسبه للصلد اللي مرغوب به اللي احنا نضيفه اللي هو البارايت، الهيماتايت، الجالين، بعض السي اي سي او 3 اللي نضيفه، هذا اللي زيد لنا الوزن يعتبر صلد مرغوب به. بعض الصلد الغير مرغوب به هو اللي يجينا من خلال عمليات الحفر، من خلال التقدم بعمليات الحفر راح تظهر عندنا الكاتينج، هذه الكاتينج راح تنطحن تكون بشكل مطحون، راح تصير فاين كاتينج، هذه الفاين كاتينج راح تسبب لنا زيادة أو تغير بالريولوجي وأيضا تغير بالدنسيتي. فللسيطرة على الدنسيتي قلنا لازم نستخرج هذه الصلز من الدرولينج فلويد بواسطة أهمها هو الشل شيكر. الشل شيكر هو عبارة عن جهاز، الشل شيكر معناها منخل، يعني السكرين شل شيكر مثل المنخل ما بتطحين، المنخل ما بتطحين إنه يدخل بالمد حيهتز هذا الشل شيكر فيصفينا الفلويد، الفلويد حيظهر من خلال السكرين مالت الشل شيكر، أما بالنسبة للكاتينج والصلد حينطرح خارج الشل شيكر. بالنسبة للشل شيكر بالغالب السكرينات توصل نسبة فصلها من 60 إلى 80 مايكرون، يعني ال 60 أو 80 مايكرون تفصلها، واللي جوا 60 مايكرون أو 80 مايكرون حسب حجم السكرين اللي احنا خاليها حينزل في داخل التانكس مالتنا أو داخل الريزيرفز مالتنا. الفورس ساتلينجز عندنا أجهزة اللي هي ديساندر ديسولتر سنترفيوج، هذه عبارة عن معدات تشتغل بالطرد المركزي، اللي شايفين الأجهزة الطبية اللي تشتغل عملياتها بالطرد المركزي اللي هي تفصل لنا الصلد اللي موجود بالسائل عن السائل نفسه بعدة قياسات مختبرية استخدموها بالأمور الطبية، نفس الشيء موجودة بالحفر، هي عبارة عن أجهزة تشتغل بالطرد المركزي، إنه يجي السائل بسرعة داخل كونات، هذه الكونات راح تسبب حركة دورانية مركزية بسرعة عالية، فالصلد راح ينفصل
عن السائل. بالنسبة للديساندر حيفصل لنا إلى ما يتراوح 50 مايكرون، يعني اللي الدقيقة اللي حجمها 50 مايكرون حتنطرح خارجاً، أما اللي تحت 50 مايكرون حتنزل بالسيستم مالتنا أو حتنزل بالتانكس مالتنا. أما بالنسبة للديسولتر، الديسولتر نفس عملية الديساندر هو عبارة عن كونات تشتغل بعملية الطرد المركزي أو الفصل المركزي، عملية القوى المركزية. فقط الديسولتر يفصل لنا الدقائق اللي 25 مايكرون فما تحت، سوري 25 مايكرون فما فوق، يعني اللي جوا 25 مايكرون حتعبر. أما بالنسبة لل 25 مايكرون وجو وفوق حيلزمها وحيطرحها خارجا. السنترفيوج هو عبارة أيضا نفس الترتيب، عبارة عن جهاز يفصل في القوة المركزية في قوة الطرد المركزي، لكن فقط بالنسبة أن السنترفيوج أنه يفصل لنا إلى حد 5 أو 7 مايكرون، يعني الدقيقة اللي حجمها 5 أو 7 مايكرون يفصلها، واللي جوا 5 مايكرون أو 7 مايكرون حتبقى في السيستم، يعني يرجع للمات. فهذا ترتيب، هذه طبعا أجهزة، هذه solid control equipment وليس chemical، هذه أجهزة نعالج بها المات. فطبعا حجم الجهاز مو جهاز صغير، حجم الجهاز يتراوح طول 3 متر، العرض 1.5 متر، أما الارتفاع مالته حسب الديزاين مالته يتراوح بين 1 إلى 2 متر، إذا كان شل شيكر متر يعني 1.3، أما إذا كان مد كلينر ممكن ارتفاعه يوصل إلى 2 أو 2.5 متر. فهذه أجهزة للفصل، فصل السوليد عن الفلويد. أما أدنى خاصية الفلوكوليشنز اللي هي نضيف كيميكالز على مود تخلي الدقائق المتباعدة، لأن إحنا شنو قلنا؟ قلنا الدنسيتي تتكون بسبب الصلد اللي موجودة بالدرولينج فلويد. هذا الصلد إيش راح نسوي؟ نضيف أدتيفز تجمعها، تسويها على شكل مستحلب، على شكل كتلة واحدة متميئة، تمام؟ فهذه أيضا من الصلد، من الكيميكال اللي تفيد على مود نتخلص من الصلد اللي موجودة في الدرولينج فلويد. بالنسبة للدوليوشنز هو نضيف ووترز على مود نخفف من الريولوجي اللي موجود، يعني نضيف مي فوق الدرولينج فلويد، فوق حجم الدرولينج فلويد، اما نريد نقلل الدنسيتي، اما نريد نقلل الريولوجي، اما نريد نقلل الفيسكوستي، هذه كلها تتم بعمليه الدوليوشنز. بالنسبه ان على مود نفصل الكاتينج، على مود نفصل السوليد اللي طالعه ويانا من الماد، هذه الفصل مالتها لازم يتم قلنا بال solid control equipment اللي هي shell shakers والdesander والdesolter وغيرها من ال equipment أو surface equipment. زين، هذه solid control equipment لازم يكون لها توزيع خاص بها، يعني إحنا مو كيفنا إنه نحط واحدة ولا الثانية، يعني لازم نحط shell shaker بالبداية اللي هو يفصل لنا الحجم الأكبر، بعدين نحط بعد الديساندر، بعدين نحط بعد الديسولتر، بعدين نحط بعد السنترفيوج. ما يصير نغير، يعني نخلي السنترفيوج قبل الديسولتر، أو نخلي الشل شيكر بعد الديساندر، معناها ما راح يكون فائدة للديساندر أو للشل شيكر، لأن الشل شيكر صار بعد الديساندر، يعني فصل الدقائق الكبيرة تأخرت مرتبتها، صارت بعد الديساندر. فدائما بالنسبة إن بالترتيب نحتفظ بالترتيب الصحيح للسوليد كنترول إكويبمنت. أيضا عندنا نوعين من السوليد كنترول إكويبمنت، عندنا فتشي فالترتيب يسمونه للإنويتد فلويد. شنو معنى الإنويتد فلويد؟ يعني الفلويد اللي بيدينسيتي وبيريولوجي بس ما استخدمنا بالبارايت أو الهماتايت لنرفع الوزن، استخدمنا
الكيميكال المتفاعلة اللي مثلها CaCO3 على مود نرفع الوزن، هذه يسموه unweighted fluid. الweighted fluid الدرلينج فلويد اللي رفعناها بواسطة البارايت أو الهاماتايت، تمام؟ اللي رفعناها بواسطة البارايت أو الهاماتايت، البارايت والهاماتايت هو عناصر خاملة، عناصر غير متفاعلة، وتكون الصالد مالتها حجم الصالد السايز مالتها جدا كبير. فلو استخدمنا هذا الترتيب الأولي شل شيكر ديساندر ديسلتر مع الحجم الكبير لدقائق البرايت، ممكن حيدمرنا الشل شيكر، يسد المسامات مالت الشل شيكر، أو يسد الـ أو يعطلنا عملية الطرد المركزي بالنسبة للديساندر أو الديسلتر، يسد لنا مجاري الطرد المركزي اللي موجودة بالديساندر أو الديسلتر. فلهذا نستخدم الترتيب الثاني اللي هو حط الشل شيكر المسامات مالته كبيرة بحيث تعبر من خلالها اللي هي 80 مايكرون اللي يعبر من خلالها البارايت أو الهاماتايت، ونستخدم أيضا المد كلينر. المد كلينر هو عبارة عن ديساندر، يعني شل شيكر وفوق ديساندر مركب بنفس ال... أيضا عندنا صور راح نشوفها بنفس الجهاز، يعني نفس الجهاز هو شل شيكر وديساندر يسمونه مد كلينر. هذا الترتيب راح نستخدمه للويتد فلويد. نجي احنا قلنا للسوليد كنترول اكويبمنت، عرفنا شنو انويتد مد سيستم. انويتد مد سيستم معناها هو ايضا مثقل، هو مد مثقل وبيدنسيتي، بس ما استخدمنا للدنسيتي العناصر الخامله، ما استخدمنا لرفع الدنسيتي العناصر اللي هي بارايت هاماتايت والغالينا، هذن ما استخدمناها، تمام؟ فاستخدمنا فقط العناصر اللي هي قابلة للتفاعل، اللي هي مثلاً CaCO3 الفاين أو CaCO3 الميديوم، استخدمناها على مود نرفع من الدنسيتي اللي موجودة في السوائل. هذا ترتيب السيستم أو هذا ترتيب النظام مال Solid Control Equipment. راح يطلع المد من البئر، راح أول ما يوقع على الشل شيكر، هذا شكل الشل شيكر اللي هو عبارة عن منخل، عن مصفى للكاتينج، راح شغله يفصل لنا 60 إلى 80 مايكرون. بعض الكتب راح تقرون إنه يقول لك يفصل 75 مايكرون. أما بالنسبة يجي اللي بعده اللي هو الديساندر، الديساندر هو عبارة عن كونات، راح يفصل لنا الديساندر 50 مايكرون، بعده الديسلتر راح يفصل لنا 25 مايكرون، وبعده يروح للسنترفيوج يفصل لنا 5 مايكرون، وبالأخير حيروح للريزيرفز. ومن يصير بالريزيرفز مالتك حيروح للسكشن تانك، وحتاخذ المد أو البمب مرة ثانية وتضخه في البير. هاي الطريقة على مود نسوي كنترول للدنسيتي تعتبر طريقة ميكانيكية، تعتبر طريقة فيزيائية وليس كيميائية للسيطرة على الدنسيتي. بالنسبة للويتد مود سيستم، قلنا احنا نستخدم المد حيظهر منه من البير، حيوقع على شل شيكر، من الشل شيكر حيروح مباشرة على المد كلينر. المد كلينر هو عبارة على ديساندر أوفر شل شيكر، يعني منصبين ديساندر على شل شيكر حيسمونه مد كلينر، يعني يعتبر جهاز واحد، ومن بعده حيروح للسنترفيوج ويروح للسكشن تانك أو ريزيرف تانك، ومن عدها حيروح إلى البامب ويدخل مرة ثانية إلى البير. احنا بالنسبة ان على مود نزيد المد، بالعادة حول العالم كانوا قبل يستخدمون البارايت، كانوا يستخدمون الهاماتايت، كانوا يستخدمون الليمينايت، كانوا يستخدمون الغالينا، كانوا يستخدمون هاي العناصر اللي السبيسيفيك جرافيتي مالتها عالي، يعني مثلا البارايت السبيسيفيك جرافيتي مالتها 4.2، بالنسبة للهاماتايت اللي هو 5.3، بالنسبة للغالينا اللي هو أعلى شيء اللي هو 7.5. لكن بالنظام الحديث، بالأنظمة الحديثة،
مالت الدرولينج مالت فلويد او سوري درولينج فلويد ظلوا يغيرون من التركيبات ظلوا يغيرون من الاديتيف ظلوا يغيرون من التركيبات الكيميائيه. السبب من عندها اولا شافوا هذه العناصر لان بسبب الصلد مالتها غير متفاعل يعني ما يضي مو اسيد سولوبلز ما يتفاعل ويا الاسيد ما يقدر الاسيد يدمر الاوائل ما يقدر يدمر ال الكاتينج او حجم الصلدز اللي موجوده يعني لان هي تعتبر دقيقه خامله او عنصر خامل فالصلدز اتس نوت سوليد سولبلز. فهذه المشكله تواجهنا ليش؟ لان لو استخدمنا البارايت اللي هو البي اي اس او 4 اللي هو يعتبر عنصر خامل وحفرنا به المكمن ايش راح يسوي لنا هذا نوع من الصلدز؟ راح يسد لنا من الباروسيتي والبيرموبوليتي اللي موجوده في الريزرفوار. فلهذا ظلوا ما يستعملون البي اي اس او 4. هذه واحده. ايضا بالنسبه نفس العمل الامور تنطبق على الهيماتايت ونفس الامور تنطبق على الجالينا ايضا هيك نوع طبعا ما عدا البي اي اس او 4 بقيه العناصر من هيماتايت او جالينا شو المشكله بيها؟ المشكلة بيها تعتبر هي dangerous أو خطر على الـ environment اللي حوالينا تمام تأثرنا على الـ الأمور سوينا أمور تلوث مو مثل CaCO3 CaCO3 حالة حال الـ التربة يعني السطح الأرض يعني لو صار spill border spill ما حيعتبروها مشكلة ما حيعتبروها chemical spill ما حيعتبروها فتشي خطر على البيئة يعتبروها فتشي عادي على البيئة. فلهذا بدأوا يمتنعون عن مبدئيا عن استخدام BASO4 والهيماتايت والجالينا وغيرها من الأمور المثقلة اللي هي تعتبر ليست acid syllables يعني غير متفاعلة مع الأسيد وما راح يأثر بيها الأسد بأي صورة من الصور. زين إحنا ليش خصصنا الأسد؟ بس فد نقطة بسيطة إنه إحنا من نجي نحفر البير وصلنا إلى المنطقة المنتجة اللي هي الريزرفوار مالتنا وبدينا نضخ بها بارايت أو نبدي نضخ كيميك درولينج فلويد مشبع بالبارايت راح يدخل البارايت في الباروسيتي او يدخل يسد لنا الثغرات اللي موجوده في الريزرفوار او المكمن. من اجي في عمليات الانترفنشن او عمليات الاستصلاح او عمليات انه تهيئه البير للانتاج على مود اذوب هذه السوليدز اللي سدت لي الباروسيتي اللي قللت لي من قيمه الانتاج او كانت حتى تعدم لي الانتاج يعني تسوي انعدام تام للانتاج لازم أعالجها بكيميكال اللي هي من بعض الأنواع الكيميكال مثلاً ضخ بها HCl أو أي نوع حامض يذوبها. لكن المشكلة الحوامض أي حوامض ما تأثر بالASO4 الASO4 ما يتأثر به لهذا أنه منعت استخدامها بالخصوص في نقاط حفر المكامن. نجي بالنسبة أنه من نريد نزيد الدنسيتي عندنا اديتيفز شرحنا الاديتيفز عندنا طبعا اديتيفز خامله اللي هي سي اي سي سوري اللي هي الباريوم سوري البي اي اس او 4 اللي هي البارايت وعندنا الهيماتايت والجالينا. اما بالنسبه للامور الغير خامله نستخدم السي اي سي او 3. باي حال من الاحوال نستخدم العناصر الخامله او العناصر الغير خامله عندنا ثلاث طرق نسويها. أما في حالة رأساً نضيف يعني إحنا عدنا فدمت أو عدنا فلويد مباشرة نضيف طبعاً هو منطي ثلاث كيسات ممكن بالشرح راح أصير كونفيوز عليكم بس هي الشغلة وما بيعدنا بالنسبة إن الطريقة الأولى والكيس الأولى على مود نسوي تريت للمد إنه نفس المد نضيف لقيمة من قيم الأدتيفز اللي هي الصاعدين الدنسيتي البارايت أو الهيماتايت أو أي نوع من الأنواع اللي نستخدمها كأدتيفز لزيادة الدنسيتي. الكيس الثاني شنو نسوي؟ ناخذ قيمة البارايت ونخلطها مع ووترز تمام؟ يعني نخلط كأنه مثلاً أنا أريد أزيد المد 1.3% أو SG
أقوم أخلط البرايت في 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 تانكس في ريزيرفز الوحدة مع يعني أحضرها مع فلويد وبعدين أخلط الفلويد المحضر مع الفلويد القديم. هذه أيضا طريقة أنه أسوي أو كيس أسوي بها density control. طريقة الثالثة على مود لا أسوي قفزة مثلا نعرف أنه البرايت إذا أضيفه مباشرة للمات ممكن يسوي لي قفزة للدنسيتي يسوي لي طفرة للدنسيتي وأيضا هاي تعتبر مضرة بالنسبة لي بالنسبة إنه طريقة الخلط أيضا ارتفاع الدنسيتي الزايد بالمد يسبب لنا مشاكل فراح أسوي تخفيف للمد وبعدين راح أضيف الأدتيفز للمد القديم. فهذه فقط الكيسات اللي ممكن نستخدمها على مود نسوي تريتمنت على مود نزيد الدنسيتي أو نسوي كنترول للدنسيتي. زين عندنا احنا خاصيتين بالماد عندنا ديفلوكولنتس وعندنا ديسبيرست واحدة معاكسة للثانية. بالنسبة للديسبيرست هو معناها الانتشار. شنو الانتشار؟ انه الصلد الدقيقة الكبيرة الصلد اللي حجمها كبير اللي تسبب لي زيادة في الدنسيتي يقوم يسويها انتشار. أحد الأشخاص قال زيادة الدنسيتي في المات شنو تسبب الناس؟ زيادة الدنسيتي حتسبب لي زيادة بالهيدروستاتيك بريشر وحتسبب لي فراك للفورميشن. هذه أبسط الأمور اللي ممكن تسببها زيادة الدنسيتي. أما بالنسبة للديفلوكولنتس معاكس للديسبيرست انه الدقائق الصغيره حيلمها يسويها في كتله كبيره متميئه تصير مثل اليوغرت مثل اللبن. تمام يصير مثل اللبن. فهذه الفرق بين الموضوعين. اول شيء على مود نتخلص من أهم أو من مساوئ الهاردنس أو من مساوئ الصلز اللي حيجينا والهاردنس اللي حيجينا هو وجود المغنيسيوم وجود الكالسيوم أو Ca2+ في الماء. وجود هذا العنصر يعني موجود هذا المينرالز اثنيناتهم بالدرولينج فلويد حي يعطل لي كل الريولوجي. يعني وجود Ca2+ او المغنيسيوم في الدرولينج فلويد حي يخرب لي البلاستيك فيسكوستي ايضا ممكن ياثر لي على اليل بوينت. تمام ايضا هيك نوع من المينرالز وجودها بالمد فراح ياثر لي على جودة الجيليشن سترينج اللي موجودة عندي. فهاي كلها راح تتأثر. فأول شيء أو أفضل شيء أني أضيف فوسفات. بالنسبة للفوسفات إنه كل جيد يسيطر لي على الفوسفات جدا جيد انه يسيطر لي على الهارنس او على المينرالز الموجوده بالدرولينج فلويد. لكن هذا النوع من الفوسفات ما يشتغل فوق درجه حراره 175 فهرنهايت. تمام بالنسبه للتانانز ايضا عامل جيد يشتغل كفلوكولنت بس أيضا هو مو جيد يشتغل في درجة حرارة 250 فهرنهايت. بالنسبة للجنة كلش جيد يوخر لنا Ca2+ يوخرها في طريقة بحيث يرسبها
يسوي لها ترسيب. طريقة الترسب عنصر أو المينرالز اللي موجودة اللي هو يعتبر أحد الأمور بالنسبة للهاردنس راح يسوي لها ترسيب. أما بالنسبة للليجنو سولفونايتس أول شيء يكون رخيص تمام، وأيضا يعمل كفلوكولنت بس يحتاج جو قاعدي أو environment قاعدية على مود أنه يشتغل في صورة صحيحة.